في زيارتنا الهدف منها الوقوف مع تشاد ودعمها في المسار الانتقالي وتحقيق خارطة طريق الميثاق الانتقالي. جاء رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية سعادة السفير جيلبرتو دابيدا للقاء فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبيتنو، وبحث الطرفان إمكانية توسيع التعاون بين تشاد والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية في المجال الاقتصادي ودعم منطقة التجارة الحرة المرتقبة في الإقليم. وأشاد فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبيتنو بجهود المجموعة والعمل الذي تقوم به لجنتها من أجل تشاد، كما دعاهم إلى متابعة مخرجات قمة الجابون التي دعا من خلالها رؤساء الدول إلى تحقيق الإصلاحات داخل المجموعة. وكشف رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية سعادة السفير جيلبرتو دابيداي بأن مؤسسته تدعم تشاد وتعمل من أجل تحقيق ورسم خارطة طريق ترضي جميع الأطراف وتحقيق آمال التشاديين وتوجههم إلى ما هو أفضل، مناشدا في الوقت نفسه تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي اعتبرها الحاجة الماسة والضرورة الملحة لربط الدول بكافة الوسائل، لأنه لا تكن تنمية وتجارة بدون طرق. ودعت قمة ليبريفيل إلى التكامل المادي لا سيما البنية التحتية للطرق التي يجب أن تربط عواصم الدول بالإضافة إلى حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات.